طيب برج الحمل راح نشوف طاقتك راح تكون هون. وطبعا اذا القصه قصتكم وانت لسه ما داخل فيها الطاقه فبتقدر تاخد القراءه الك. اول شيء انت يمكن عندك نقص اموال، او حاليا انت بتمر ب نقص عمل، رحيل من العمل، احتمال انت بتحس بالوحده لانك انت فقدت شخص غالي عليك. احتمال صار عندك وفاة أشخاص، طبعا نشر عن الجميع، لكن احتمال في وفاة شخص أثرت عليك جدا وأنت حاسس إنك أنت وحيد بدون هذا الشخص. والبعض منكم نقص في الأموال أو خسارة في المال. أنت شايف في شخص وراك متجمد جدا، واحتمال عشان الأمبرر تكون أنت مديرك في العمل فصلت من العمل، اتسلط عليك هذا الشخص وظلمك. وإذا قراءة عاطفية فأنت شايف الشخص هذا إنه متجمد متسلط وظلمك. بالأكثر أنت مظلوم في القراءة، أنت يعني حاسس بالظلم، حاسس بالظلم. خلينا نشوف الشخص هذا، احتمال يكون مرتبط في عمله، احتمال هذا الشخص يكون متزوج وغير اتجاهه من اتجاهك انت، من ناحيتك انت. احتمال هذا الشخص يكون متزوج، وارد كبير. واحتمال انك انت الشخص هذا ابعدك عن العمل، ابعدك عن العمل، تسبب في بعدك عن العمل. الشخص هذا حاسك انك انت، اذا قراءة عاطفية طبعا، الشخص هذا حاسك انك انت متباعد جدا، اختفيت، تباعدت عن طريقه، انت زعلان منه كتير. و طبعا هو بدور على فرصة تانية معاك، بس البعض منكم هذا الشخص راح يكون مرتبط، هو بدور على فرصة، بحاول يفكر او يلاقي فكرة انه يوازن بينك وبين شخص اخر، ويطلب منك فرصة اخرى او يكون معك بداية جديدة. احتمال هذا الشخص متزوج متقيد، واحتمال في عمله او اسرته هو متقيد فيها. واحتمال انت حاسس من ناحية هذا الشخص انه هو غدرك او خانك، دخل طرف اخر بيناتكو. واحتمال يكون تدخل من طرفه من الاسرة، الاب او الام او العم او الجد، شخص كبير في الاسرة. احتمال انت حاسس سبب حزنك شخص كبير من الاسرة. احتمال انت في اسرتك شخص حرمك من الميراث او اخذ حقك. انت هذا احساسك، الفقدان، الخذلان، الوحدة، الشعور بالالم. طيب خلينا قبل ما نبلش نشوف اول اشي المرتبطين. اول اشي الشخص هذا كيف بيفكر فيك، كيف شايفك، وشو نقاط القوة في علاقته ونقاط الضعف. والشخص هذا ايش هذا مخبى عليك، يعني تخيل قلنا شو مخبى عليك في للمرتبطين. طبعا هاي قراءة المرتبطين، ترى لنا الهاي بريستس، يعني في سر مخبي الشخص هذا، في سر. حمل للمرتبطين، نشوف الحمل. طب الشخص هذا للمرتبطين شافك انت شخص مستقر، هادئ، ملتزم في منزلك، شخص بتحب عملك، شخص بنتظر لعائلتك بكل استقرار، وشخص هادي وذكي، ذكي جدا وذو طباع هادية جدا. طب خلينا نشوف شو اجاكو كروت. هون بحكي لك yes this is your soulmate، ان الشخص هذا للمرتبطين هذا السلمي تبعك. هون بيحكوا لك كمان امنح علاقتك فرصة، اعمل على شراكتك. وهون بيحكوا لك في ال if you، طيب وهون بيحكي لك اذا كنت تصدق، وهون بيحكوا لك تحسين الصحة، في تحسن في صحتك. هون إذا أنت بتصدق أو لا، في إشي أنت إذا بتصدق أو لا، هون بيحكوا لك اعمل على شراكتك. الشخص هذا السولميت تبعك،
وخلينا نشوف الشخص ده والإشي شايفك إنك أنت متريث جدا. أنت قبل ما تاخد القرار في العلاقة تاعتكو للمرتبطين هو شايفك إنك أنت بتفكر جدا جدا وصبور، هو شايفك صبور صبور جدا. أنت فكرة تقريبا أنت مستحمل هذا الشخص، مستحمله جدا. الشخص هذا يعني كأنه بيقيس أو بيستنزف في طاقته في الصبر، في طاقته في الصبر. الشخص هذا كمان نقطة القوة في علاقتكو هو التوازن والعطاء، يعني مثل ما أنت بتعطيه هو يعطيك، ومثل ما هو ما أنت بتاخد منه تعطيه، ومثل ما هو بياخد منك يعطيك. فنقطة القوة في علاقتكو أنتوا المرتبطين في برج الحمل، الحمل هو التوازن، هذا الشيء اللي بيقويكم. يعني أنا شايف نقطة الضعف للسون إذا أنا أخذها هي طاقة مستنفذة من عندكم، طاقة خارجة عنكم، أو بدي أخذها بشكل مقلوب، لأن هي رح تكون مشكلة. هي نقطة الضعف إنه هي عندكم فيش بداية جديدة أو فيش روح في حياتكم أو في زواجكم أو في ارتباطكم، ما فيش إشراقة جديدة، فيش إشي جديد، وكأنه روتين عندكم روتين. لأنه شافك إنك أنت مهتم بعملك جدا، أو مهتم في الأطفال، أو مهتم في منزلك فقط، مش مهتم في المشاعر. الشخص هذا يمكن احتمال إنه بيستنى فيك تعطيه فرصة أو قرار أخرى في علاقتكم. احتمال تكونوا أنتوا في بينكم شوية نزاعات، والشخص هذا بنتظرك تعطي قرار، وكأنك أنت عندك نفس طويل لأنك تعطي قرار للشخص هذا، كان زوج أو زوج أو زوجة طبعاً الذكر والأنثى، أو الرجل أو المرأة. إذا كان شخص خطوبة احتمال إنه الشخص هذا حاسس من ناحيتك إنك أنت شخص بس عملي، وبتفكر بس بالنقود، بتفكر بس بالأسرة، أو بتفكر بعقلانية، وأنت رامي المشاعر وراك. أنتو نقطة الضعف في علاقته هي البداية الجديدة، أنتو بدكم بداية جديدة، وهون بيحكوا لك إنه فرصتك تستحق إنك تعمل على شراكتها، إنك تعطيها كمان فرصة. إن الشخص هذا سولميت، وإذا أنت تعبان صحياً، لأن أنت فعلاً ظهر عندي في الطاقة أنت حاسس بوحدة وبألم. فهون نقطة الضعف عندكم إنه فيش بداية جديدة، أنتوا مش معطيين فرصة لعلاقتكم إنها تتصلح، لأنه بسبب إحساسك إنه الشخص هذا خذلك ومخبي عنك سر، وأنت لا تعرف شو السر هذا، وأنا كمان بعرف شو السر هذا. خلينا نشوف لكم كروت تانية. عشان نشوف الشخص هذا شو مخبي عنك، لأن نقطة القوة عندكم إنكم تكونوا خليني أشوف، هو شايفك يمكن أنت مسيطر أكثر منه أو بتحب تسيطر. هذا الشخص شو مخبي عنك؟ أنت حاسس إن الشخص هذا بيخدعك، متغير عليك، مثلا مستنزف طاقتك، لأنك عشان هيك أنت بدك صحتك تعبانة، احتمال إنك أنت صرت في انهيار عصبي منه، حالتك النفسية مش شرط بس الجسدية، احتمال إن أنت نفسيا تكاد أن تنهار بسبب هذا الشخص. طب خلينا نشوف شو مخبي عنك. الشخص هذا البعض منكم كان في علاقة أخرى، وهاي العلاقة ماتت، لكنه مخبي عنكم إنه طلع من هاي العلاقة. احتمال الشخص هذا مخبي عنكم إنه هو بيلجأ للروحانيات، و لشخص مثلا بقرأ فنجان، عند الروحانيات عالية، بقرأ أفكار. الشخص هذا احتمال بيخبي إنه بروح ل مثلا شيوخ المندل وأشياء هيك، بيتعاملوا مع الروحانيات والفتاح والأشياء هيك، القصص هيك.
الشخص هذا كان في علاقة وانتهت هاي العلاقة، هو مخبي انه انتهت علاقتكم، انت عفوا انتهت العلاقة الأخرى، طرف آخر دخل بيناتكم. الشخص هذا نقطة الضعف اللي في علاقتكم، انكم بدكم بداية جديدة، بهجة جديدة لحياتكم، فرصة أخرى ترجعوا تتوازنوا بين الأخذ والعطاء، لأنه القوة في علاقتكم إنه تكونوا متوازنين ماديا ومعنويا ونفسيا، لأنه أنت شكلك كأنك بس خلاص صار تفكيرك في الاستقرار والمال فقط، مش المشاعر والشخص هذا شو بيساوي في حياتك نهائيا. هو شافك إنك أنت بطيء وكأنك أنت بتخطط لمثلا تكشف هذا الشخص، عمالك بتخطط له، تعرف شو هو مخبي بالضبط. لكن إذا بتكون العلاقة هي ترجع منيحة، لأنه هون بيقولوا لك اشتغل عن العلاقة هاي، هون بتقول لك إذا سون معناتها العلاقة هاي بدها بداية جديدة، وإنك تشتغل إنك تحيي هاي العلاقة، لأن الشخص هذا هو سولميت. طيب خلينا نشوف المنفصلين، شو مشاعر الشخص من ناحيتك، كيف بيفكر فيك، وكيف شايفك في الماضي، وكيف شايفك بعد الانفصال، وشو نوعية من ناحيتك، هل سوف يعود أم لا. طيب هون خلينا نشوف، هون بيحكوا لك في المستقبل القريب احتمال في رجعة. طيب هون بيحكوا لك listen to your intuition، استمع لروحك الداخلية. وهون خلينا نشوف الرومانس شو بيحكوا لك كمان، دع أصدقائك يساعدوك، اطلب الدعم من الآخرين واقبل، أنت بدك مساعدة في هاي العلاقة. وكمان بيحكوا لك ابذل المجهود، الحب الكبير يستحق اتخاذ الخطوات التي نسترشدها، عشان انت في خطوات ببالك استرشدها داخلك فخدها، لان الشخص ده شكله بحبك. بس خلينا نشوف بعد عشان نتأكد، لكن خلينا هاي هون. طيب اول شيء الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الحب المتوازن، انت شايفك انت احتمال هو شايفك انت مستقر وانت بتقدر تسيطر على مشاعرك وقلبك، عفوا على عقلك، او عقلك مسيطر على مشاعرك، لكنك شخص متوازن جدا، شايفك انك شخص طيب وحنون، لكنك بتعرف تاخذ قرارات صح في الوقت الصح. طب هو كيف بيفكر فيك؟ احتمال تكونوا انتوا مع بعض في العمل، احتمال انتوا تكونوا مع بعض في العمل، لانه في الماضي كان شايفك انك شخص مش عملي، شخص قادر انك تحمل مسؤولية في العمل، انه التري اوف بانتكل وال تين اوف ووند احتمال انكم تكونوا مع بعض في العمل، واللي طبعا مش في العمل مع بعض، فالشخص هذا شايفك انك انت شخص خلينا نشوف شو بفكر فيك احسن. اي انا اول شيء خلينا نحكي شو بفكر فيك، هو بفكر على فكره يتفق معك، يدخل معك في اتفاق. الشخص هذا دخل طرف بينكم، نزع هاي العلاقه، نزعها، وانت احساسك بالغدر، انت اللي في الانفصال، انت احساسك انك انت مغدور جدا من الشخص هذا، وكانه دخل طرف ثالث بينكم، وكان شايفك في الماضي انك انت شخص صامت وتتحمل مثلا مصائب هذا الشخص، متحمل منه الذي لا يطاق، وكان شايفك في الماضي انك انت شخص تقدر تتحمل، لو دخل طرف في العلاقة انت قادر تحمل الوجع هذا. وللبعض منكم الشخص هذا كان اذا كنت في العمل، فهو كان شايفك انك انت قادر تتحمل مسؤولية العمل لوحدك بدون مساعدته. الشخص اللي بفكر انه يتفق معاك انه تعمل مثلا عمل جماعي، والبعض منكم
بيفكر انه يخليك تستطلع على الشخص الثالث اللي دخله بيناتكم ويعطيك مثلا مبررات لعمله او لفعلته هاي. لكن حاليا في الحاضر شافك كيف؟ شافك انك انت شخص دبلوماسي عملي جدا، شخص عندك طاقة رهيبة من ناحية العمل، وكان شافك في الماضي انت عندك طاقة لكن انت تحمل فوق مقدرتك، لكنه حاليا شايف انه هي مش فوق مقدرتك، حبك للعمل او حبك للحياة هو اللي مخليك عندك طاقة، انت مش فيش عندك طاقة، بس هو كان فهمك غلط، هو كان يزيد عليك في كل شيء، مثلا يتجاهلك، مثلا يخليك تنتظره لفترة طويلة، يبعد عنك فجأة ويرجع فجأة، فكرك انك انت رح تضل تتحمله وتتحمله وتتحمله، لانه هو شايفك انك شخص انت عندك قدرة على تحمل المصائب او المسؤوليات، مسؤولية العمل، مسؤولية الاسرة، مسؤولية الحب، مسؤولية المشاعر، هو كان شايفك هيك. لكن حاليا شايفك انك انت شخص لا تقبل في القليل، شخص انت ذكي جدا وانت بتفهمه على الطاير بدون حتى ما بدك مبررات، مثلا هو قاعد بجهز لك مبررات مثلا اللي عمله فيه، لكنه شايفك انك انت شخص ذكي وشخص انت قبل ما هو يسبقك في الكلام انت بتسبقه في الكلام او في الحقيقه، قبل ما هو يكشف لك الحقيقه انت بتسبقه، بتقول انت فعلت كذا وكذا، انت مثلا خد انت دخلت رفتات، انا شفتك مثلا مع شخص اخر، هو شافك انك انت لماح وذكي جدا، وشافك انك انت شخص جدي وعملي وناري جدا وشخص حقيقي بتحب عملك، وانت تفني نفسك لعملك من حبك لعملك، مش لانك انت بتحمل فوق مسؤوليتك. هيك هو بفكر انه يعمل معك مشروع، لانه هو شايفك طاقة رهيبة، يعني انت شخص فنان، شايفك شخص فنان عندك حس الفن. هو بفكر انه انتوا يمكن اشخاص حرفيين، يمكن انتوا في العمل مع بعض في الرسم، في الفن، اكتمال الشخصية رد عليك، فهون بيقولوا لك استشير أصدقائك وتقبل رأيهم. اكتمال هدول من بينكو شخص هذا يدخل طرف من أصدقائك المشتركين عشان يتم الصلح بيناتكم، أو مثلا يعمل إنه بده في العمل أنت وصديقك مع بعض، ويبعت صديقك حتى يحكي لك إنك ارجع العمل عشان إحنا ننضم نعمل مجموعة واحدة، والشخص هذا من ضمنك، من ضمن هاي المجموعة. احتمال انتوا مثلا مهندسين، مهندس معماري، احتمال تشتغلوا في لوحات فنية، ديكورات في المنزل، ديكورات منزلية، ديكورات او تشتغلوا في مع بعض في الدعايات، تعملوا ديكورات للدعايات او اعلانات، ديزاين اعلانات يمكن. انه هو شايفك انك انت عندك ذكاء رهيب، وشايفك انك انت عندك كل يوم اشي جديد، عندك كل يوم اشي جديد، وعندك حس فني في موضوع مثلا الديكورات، الاعلانات، البناء، الهندسة، او انتو اشخاص يعني عندكم مثلا اجتماعات دائمة مع بعض، وانت بتعطي نصائح جميلة او بتعطي قرارات ذكية جدا، ومستغربك الشخص هذا انك انت عندك حلول ذكية جدا. طيب الشخص هذا شنو وياه؟ هل سيعود؟ هون بيقولوا لك في الاسابيع القريب او في المستقبل القريب، بس انا شايف الستارت، يعني الشخص هذا اول اشي انه وياه انه يحزن على الخسارات اللي خسرها، هو حاسس نفسه انه خسرك للآخر، عشان هيك هو بيتفق هو أحد أصدقائك إنه يتدخل بيناتكو ويرجعك للعمل. يمكن الشخص هذا مديرك في العمل، يمكن أكبر منك في السن، فهذا الشخص نواياه ما
نفس الكرتين تخيلوا. الشخص هذا بده يلم الكاسات المسكوبة عن طريق الأصدقاء. الشخص هذا بفكر يدخل صلحة بينكم عن طريق حدا بيعرفك أنت، أصدقاء، أقارب، شخص تالت بينكم. الشخص هذا بفكر يصلحك، لكن الصلحة رح تكون واقفة عليك أنت. الشخص هذا يدخل الأصدقاء، يرفع الكوبايات اللي بسببها أنت يعني آلمك. الشخص هذا بده يدخل طرف تالت بيناتكم عشان يصلحكم مع بعض. هون بقول لك استشير الأصدقاء، مش غلط، وتقبل رأيهم، مش غلط. وإنه الحب الحقيقي يستحق إنك أنت مثلا تغفر، تسامح، تسترشد نفسك هل يصح أو لا يصح. هون بقول لك اسمع لروحك الداخلية، listen to your intuition. لازم تسمع لروحك الداخلية، تسترشد نفسك ان الحب الحقيقي يستحق. الشخص هذا بحبك وشايفك انك عملي وشاطر وفنان ومبدع. الشخص هذا هل بيعود احتمال في المستقبل القريب لما يبعت هذا الشخص يشوف هل راح تتم الصلحة او لا؟ طيب خلينا نشوف الصحة يا برج الحمل. اول اشي انت صحتك منيحة جسديا، انت صحتك منيحة، لكن نفسيا لا. انت نفسيا مشتت، مشوش، وكأنه يمكن هاي القصة مؤثرة فيك جدا، حزين، وانت حاطط نفسك في دائرة الكلام، او بتسمع كلام كتير، او انت مثلا الناس بوجهوا لك كلام بجرحك. الشخص ده واجه لك مثلا كلام بجرحك، احتمال كسرتك انت مرتبط، وكأن الشخص هذا غدرك وصرت حزين نفسيا ومنكبت، وكأنك انت بدك اصلاح تأهيل نفسيا من اول وجديد. انت مشتت، مش عارف تبلش في احلامك، مش عارف تبلش في عملك، مش عارف تاخذ قرارات صح، بسبب انه انت زي شوي كأن العالم كلها اجت عليك، كأنه يعني الكل غدرك او خانك، او انت ما كنتش فاهم اشي، فجأة صحيت على كابوس، انكشفت حقائق قدامك. كنت شايف نفسك انك انت محاط بهالة عشان ما تشوفش حقيقة الاشخاص، وفجأة اشخاص صاروا ينكشفوا لك. فانت مش تعبان جسديا، انت تعبان نفسيا، عندك اكتئاب، انت عندك اكتئاب، عندك اكتئاب مش جسديا. هون بحكوا لك stop thinking talking، بقول لك هون توقف عن الكلام، your mouth and listen، واسمع، بلش تحكي واسمع. شكلك انت بتحكي كتير. طيب انا اشوفكم كمان كيف، انا شكلكم تعبانين يا برج الحمل، صحتكم منيحة لكن انتوا مشوشين وعندكم كآبة وحالة نفسية شوي مدمرة. انتوا حاسين نفسكم في هالة مش مبسوطين منها، كأنكم حاسين بانه في سياج حواليكم انتم مش قادرين تفكوا نفسكم منه نهائيا. طب هون احنا حكينا انه في صحتك رح تتحسن يا برج الحمل، وهون نفس الاشي بقولوا لك انه اختيارات صحيه، اتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية. هون بقول لك لازم تحب ذاتك وتختار صح، ولازم تكون اختياراتك صحيحة وصحية. عشان هيك انت لازم يعني بما معناه انك تحب نفسك، لما انت نفسيا تعبان مش جسديا. انت حاسس نفسك انك انت بتلف نفس الدائرة ونفس الناس بتكرر حواليك، وكأنك مصدوم في الناس انك كشفت انت عن وجوههم من جديد.
احتمال انك انت تكون حاسس ان الناس الهالة او الطاقة السلبية محاوطتك بسبب الاخرين مش بسببك انت، كانوا عاكسين الحظ السيء عليك. طيب عمليا انا شايف ان عملكم راح يكون في المرات القادمة او في لقدام شوي، راح يكون عندكم عمل من الماضي من شخص انتوا كنتوا تشتغلوا معاه، احتمال هذا الشخص يكون من المنفصلين، انكم كنتوا تشتغلوا معايا وراح ترجعوا تشتغلوا معايا في الماضي، لكنه اعادة ماضي في العمل، اعادة في الماضي ومحاسرة في الماضي، واذا في حد اخذ منكم مبلغ مال راح يرد لكم اياه. يعني اذا انتوا كنتوا تشتغلوا يمكن في البناء في العمل في المنازل ترتيب اثاث مثلا، انتوا راح ترجعوا لعملكم في هذا المجال. احتمال للبعض منكم انتوا في عمل مجال تجميلي، وراح ينعرض عليكم فرصة من شخص مجاله في مراكز التجميل. إذا البعض منكم راح يكون عمله في الاستشفاء، يكون طبيب نفسي، احتمال انتوا تتوجهوا لطبيب نفسي وترجعوا لعملكم. بعد ما ترجعوا ما تتوجهوا لطبيب نفسي راح ترجعوا لعملكم القديم اللي خسرتوه بسبب زعلكم وتعبكم وكبتكم. احتمال للبعض منكم تشتغلوا في عمل الفن الصوتي الغناء يعني، وراح ينعرض عليكم فرصة او راح تقدموا في الغناء. للبعض منكم راح يكون حد يعرض عليه عمل في الازياء، في الموضة، في الازياء، في الملابس، تناسق الالوان، او يشتغل مثلا خياط للملابس، محل ملابس، يفتح محل ملابس. فيكو ناس راح تعيد عملها اللي خسرت فيه بسبب شخص ما مرق في حياتها. طيب خليني احكي لكم الابراج. برج الحمل طاقات، وهون برج الساتورن طلع معنا، برج الدلو، برج الحوت والعقرب، برج الاسد، برج الميزان، برج العقرب، وبرج السرطان. والورد بشوفه الهوائية والمائية، يعني مثل الأسد الثور والنسر أو الصقر، بدل على العقرب والعذراء. طيب عندنا طاقات هوائية مائية ترابية، كل الطاقات موجودة، الطاغية أكثر إشي على القراءة اللي هي الترابية. فان شاء الله تكون القراءة عجبتك يا برج الحمل. احكوا لي قصتكم، هل انتم عن جد مخدولين وتعبانين نفسيا من الاشخاص؟ لانه في طاقة انتم شايفينها سلبية في حياتكم، طاقة حسد او غيرة او طاقة خليتكم متجمدين في الحياة مش قادرين تتحركوا. وان شاء الله بتمنى لكم تطلعوا من هاي الحالة في تقدم، لكن بس تطلعوا من حالة الاكتئاب اللي انتم فيها. وفي اشخاص راح يرجعوا لهم شخص من الماضي، لكن بعد تدخل طرف من الاصدقاء، من العائلة، من اي حد.